يحتفل أبناء محافظة حضرموت وزوارها في شهر يوليو من كل عام في موسم البلدة، وذلك بالاغتسال في شواطئها الباردة. وبحسب ما هو متعارف عليه، تكون مياه البحر الأكثر برودة عن غيرها من السواحل في هذه الفترة، وذلك يعود لاتجاه التيارات المائية والرياح والأمواج. البلدة كانت سابقا ما نعرفها لا في الستين ولا نعرفها لا إنما في سيف حميد، في بقعة ساحل اسمه سيف حميد، هو هذا اللي خلفي الساحل سيف حميد. وللعلم معلومة يعني نوصلها لمن لا يعرف سيف حميد، سيف حميد هذا يعني موقع للشعراء، خر أجيال منهم الكتاب الباحثين الأدباء، خر الدكاترة والموسيقيين منهم الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس كان يلعب في سيف حميد. هذا اللي وراي هذا اللي قدامكم، كان في طاهر بن سعد رحمه الله، كان في عوض سالم باني مدافع صخرة الدفاع المكلة، كان في الشعراء منهم الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار الذي قال رائعته الشهيرة: سر حبي في غامق، سر حبي ما انكشف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف. هي من هنا قالها في نفس هذه البقعة. وكمان الشاعر أبو وضاح عمر أبو بكر العدروس برضه يسكن على سيف حميد، هنا بيته هنا في عند مسجد الجامع، وقال برضه قصيدته الرائعة أحرص إلى دخلة البلدة، تكلم عن البلدة وعن نجم البلدة وفصلها تفصيل الشعر الكبير حسين عمر أبو بكر العدروس. هذا البحر كان كله بحر، يدق رمان البيت هذا ويركبس هذا وخر البحر، ودحين لقى ما لقوا له لعين ذات يعني حق البلدة وما بلدة هذا، وياه ناس من برع علشان البلدة هذا والبروت البحر. ولكن السنين ما هي كمال سنين اللي عبرت كل سنة أقول لها حفل وخبر بسنة ماشي حفل. وتشهد مدينة المقلة بهذه المناسبة تجمعا لآلاف المواطنين من أبناء المحافظة وجميع محافظات الجمهورية، والذين يأتون بهدف الاغتسال في مياه البحر الباردة وحضور فعاليات مهرجان البلدة الذي يشمل عددا من الأنشطة والفعالية الثقافية الأخرى. البلدة جوها روعة يعني بالبرد، يعني بجو موسم حلو. احنا فينا بالبلدة لنا يمكن حوالي 5 سنين نجي للبلدة كل يوم عشان البلدة، والله ان الجو يعني رومانسي على جو بارد جو حالي. موسم البلدة كل سنة اقل من السنة السابقة، لانه مع تغير الاحوال والناس والاقتصاد الاحوال الاقتصادية مع الناس وعكس ما كان السابق، فالناس الان قلت برغم انه زخم فيه افضل من السابق. يعني كان السابق البلده هناك بس اللهم موسم يجي ولا في الزخم هذاك كذا اللي نشوفه حاليا تمام، ولكن مع طوال السنين وكذا ومع ظروف الناس صاف الله العظيم يعني الواحد صار يعني ما عاد هذاك الاقبال اللي عليه، وانما بس اللي حقتها لا يعني واحد يحاول بقدر الامكان يرفع عن نفسه، يجي ياخذ له غسله في البلده وينشط نفسه شويه كذا ومع اصحابه ويجتمعون حقت ساعه زمان ويمشون. لكن ما عاد في الاحتفالات هذيك السابقه اللي كنا نعرفها، ما عاد في يعني الناس يسوون رحلات ينزلون